يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أخبار كتير وكواليس أكتر هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة بالتحديد، وخصوصا إن احنا كالعادة هنتطرق لكل الأخبار العالمية وأيضا المحلية، وأكيد كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هنتكلم عنه وتفاصيله وكواليسه، حتى قبل كمان الأخبار المحلية والعالمية اللي هي أكيد أخبار مهمة جدا، خصوصا إن احنا مقبلين على كأس عالم 2022 بقطر. إن شاء الله نتمتع بيه، وأكيد كنا نتمنى إن منتخبنا يشارك في هذه البطولة، لكن ما كانش فيه توفيق. إن شاء الله بإذن الله تتعوض في فرص مقبلة، إن شاء الله تتعوض يعني بإذن الله. فبالتالي عندنا تفاصيل جدا كتير مهمة، منتظرين دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. بمناسبة كأس العالم، إيه أكتر بطولة مفضلة بالنسبة لكم اتلعبت وكنتوا معجبين بيها، سواء من حيث التنظيم او من حيث المتعه والاثاره في المباريات والجانب الفني؟ تواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. انا على المستوى الشخصي افضل بطوله كاس عالم شفتها كانت 98 في فرنسا، بطوله كانت ممتعه من كل الجوانب بصراحه، الماتشات كلها كانت تقيله قوي. ماتش الارجنتين وهولندا ده كان ماتش ضرب نار، كان حلو قوي، فاكر الهدف بتاع بيركامب، هدف كان اكثر من رائع في شباك الارجنتين. ماتشات كرواتيا في البطوله دي كانت ممتازه، سوكر اللي هو اول واحد كرواتي نعرفه من المهاجمين التاريخيين في الحقيقه في تاريخ كاس العالم. ماتش النهائي طبعا زين الدين زيدان وفرنسا قدام البرازيل والكواليس بتاعت المباراه دي. فانا بالنسبه لي كاس عام 98 هي احسن بطوله اللي هي كانت في فرنسا واللي توجت بيها فرنسا المره الاولى في تاريخها، لكن برضه هنتظر طبعا راي حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. لكن اكيد في اخبار وفي عناوين رئيسيه للحلقه، تعالوا نشوفها. يلا بينا في ترند الاهلي. يا الفريق يعود للتدريبات غدا بالتوفيق ان شاء الله. وفي الترند المحلي، بعثة المنتخب تصل الكويت استعدادا لودية بلجيكا. واخيرا في الترند العالمي، مجسم كأس العالم يصل الى قطر بعد جولة عالمية. طيب في بعض المباريات المهمة وخلاص هنفتقد المباريات في الدوريات الأوروبية، خصوصا هتاخد يعني فترة قبل ما كأس العالم يخلص، حاجة و40 يوم. البطولة طبعا لوحدها شهر تقريبا، بس اللي قبل الشهر ده أكيد في أسبوع مثلا، فأنت داخل في حاجة و40 يوم مش هتتفرج على ماتشات في الدوريات المختلفة، لكن أكيد هيتمتع إن شاء الله بكأس العالم. لكن النهاردة أكيد في مباريات مهمة في مختلف الدوريات، أبرزهم الدوري الإنجليزي. أول مباراة هي بتتلعب في هذه اللحظات وابتدت الساعة 4 العصر بالتحديد، وهي مباراة ضمن الجولة رقم 16 في الدوري الإنجليزي، هي مباراة برايتون وأستون فيلا. هدف برايتون جابه ماكاليستر في الدقيقة الأولى من المباراة، ده كان هدف تقدم، وتعادل أستون فيلا أعتقد عن طريق إنجز أعتقد يعني، وتعادل إيجابي 1-1، والشوط الأول انتهى بهذه النتيجة. هننتظر الشوط الثاني إيه اللي هيحصل من تطورات في هذا اللقاء. أما آخر مباراة في الجولة هتكون الساعة 6:30 ما بين فولم على ملعبه، هيستضيف مانشستر يونايتد، مباراة أكيد قوية ومهمة بالنسبة للفريقين. وبصراحة فولم عاملين يعني موسم جيد، نظرا ان هم لسه يعني صاعدين من الشامبيونشيب، فمقدمين كورة كويسة، موسم جيد، مباريات جيدة. فنفس الحال كمان مانشستر يونايتد مش أحسن حاجة، لكن في كل الأحوال المباراة هتكون قوية. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. الدوري الإيطالي النهاردة مباراة اتلعبت ما بين الإنتر وأتلانتا، إنتر فاز 3-2. هيلاس فيرونا بيلعب دلوقتي مع سبيزيا، تقدم هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0. روما مع تورينو تعادل سلبي، المباراة لسه ما خلصتش. مونزا مع سالينتانا، تقدم مونزا بنتيجة 2-0. الميلان هيلعب مع فيورنتينا الساعة 7، والساعة 10 إلا ربع مباراة اليوفي مع لاتسيو. أما بخصوص الدوري الفرنسي، فباريس سان جيرمان فاز بنتيجة ساحقة على أوسير الفرنسي بنتيجة 5-0. أما نانت فتعادل سلبين، أو متعادل سلبين حتى الآن مع أجاسكو بنتيجة 0-0. ليل الفرنسي متقدم على أنجي الفرنسي بنتيجة 1-0. مونبلييه متعادل مع ستاد ريميس بدون أهداف، وستاد بريست متعادل أيضا مع فريق تروا بدون أهداف. ستراسبورج هيلعب مع لوريان الساعة 6:05، 6:05، شوف الدقة دي. مباراة أكيد هتكون مهمة للفرقتين. موناكو هيلاعب أو هيستضيف مارسيليا الساعة 10 إلا ربع في ختام مباريات الجولة. أما الدوري الألماني، فماينز بيقابل انتراخت فرانكفورت، تعادل سلبي بدون أهداف، الماتش لسه ما خلصش. وفرايبورج هيلعب الساعة 6:30 مع يونيون برلين
مباراه ايضا في الدوري الالماني. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات، لكن اكيد حلقه الترند مهمه، ماليش دعوه على دوري انجليزي بقى ولا كلام من ده، لا النهارده عندنا كلام مهم جدا هنتكلم عنه، بس استنونا بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندي اكتر من قضيه مهمه عايز اتكلم فيهم في فقرات متنوعه في حلقه النهارده، بس انا هبتدي بموضوع عبد الله السعيد، لان النهارده الصبح احنا اتفاجئنا بتصريحات لعبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي ونجم منتخبنا الوطني فتره من الفترات. هو لاعب على المستوى الفني طبعا مفيش حد يختلف على امكانياته وقدراته ومهاراته واخلاقه كمان واحترامه، كل الكلام ده يعني احنا مش مختلفين عليه تماما يعني. لكن في كل الاحوال النهارده تصريحات في ذا اتلتيك الصحيفه الانجليزيه، وتصريحات يمكن مش عايز اقول مفاجاه شويه لكن هي كانت مستغربه، وبيتكلم فيها عبد الله السعيد من وجهه نظره، من وجهه نظره. لكن لازم نقف عند التصريحات دي ونوضح بعض الامور عشان القصه كلها تبقى واضحه للمشاهد وللجماهير بمختلف انتماءاته. هو يعني عبد الله السعيد بيتكلم على ان الاهلي بيحاول تدمير مستقبلي وتوقيعي للزمالك قتل المسؤولين. فخلينا نقف عند التصريح ده بالتحديد، ولسه هستعرض بقيه التصريحات. لكن اول حاجه، من امتى كابتن عبد الله، من امتى يا ريت لو تجيبوا لي التصريح اللي انا قلته ده، من امتى كابتن عبد الله والاهلي بيقف قدام مستقبل اي لاعب من اللاعبين؟ هات لي كده على مدار التاريخ الاهلي دمر مستقبل مين؟ ده الاهلي اهو التصريح اللي قدام حضراتكم ده، الاهلي اللي وقع ليه محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك بارادته وهو راجع من باوك اليوناني وكان متواجد في النادي الاهلي وليه فيديو بيقول انا هلعب في النادي الاهلي، ده كل اللي انا اعرفه ان انا هلعب جوه النادي الاهلي، تمام؟ وقع وكل حاجه خلصت، وشيكابالا في التوقيت ده طبعا موهبه عظيمه، موهبه كبيره جدا. ورغم كده لما جه شيكابالا طلب العقود عشان رغبته ان هو يروح نادي الزمالك، خد العقود وفيها بوسه من غير اي مشكله، رغم ان الاهلي كان ممكن يعمل ازمه لشيكابالا. يعني بجيب لك بقى ابرز مثال، كان ممكن الاهلي يعمل ساعتها ازمه لشيكابالا يقول لا وانا عطل انتقال شيكابالا بقى عشان الزمالك ما استفادش منه، ده انا اللاعب ماضي معايا وكل العقود سليمه 100% وممكن اوقفه. لكن الاهلي اكبر من كده بكتير يا كابتن عبد الله، الاهلي اكبر من ان هو يدمر مستقبل لاعب. وانا هاجي لك الاهلي ليه بيحاول يجيب حقوقه، هنيجي للجزئيه دي نتكلم فيها بشكل مفصل برضه عشان الامور تبقى واضحه للناس. ادي مثال شيكابالا، تعال نروح للاعب اخر، الكابتن حسني عبد ربه احد ابرز اللاعبين في تاريخ كره القدم المصريه في وسط الملعب، في حد يختلف على كده؟ مستحيل. قدرات ايه وامكانيات ايه ولاعيب كل المقاومات عنده، هداف ويقدر يعمل كل الوظائف اللي مطلوبه من اي لعيب في نص الملعب. لعيب منتخب مصر راجع من ستراسبورج، مضى مع النادي الاهلي والامور كلها خلصانه، وكان الاهلي كان هيبقى عنده حته خط نص ساعتها كابتن محمد شوقي والكابتن حسني عبد الرب، الخط النص الاساسي لمنتخب مصر اللي واخد بطولات افريقيا قد كده مع المنتخب. وكل القصه خلصت، لكن لما حسني عبد الرب طلب العقود بتاعته الاهلي اداله العقود وفيها بوسه. اتفضل يا كابتن حسني احنا ما نقفش في مستقبل حد، حتى لو احنا اشتكينا الكابتن حسني بانه مضى مثلا للاهلي وعايز يمضي الاسماعيلي فممكن يتوقف الكابتن حسني عبد الرب، لكن الاهلي برضه يا كابتن عبد الله اكبر من كده بكتير. بلاش الكابتن حسني عبد الرب، الكابتن وائل الاباني. الكابتن وائل الاباني ده في التوقيت اللي مضى فيه للنادي الاهلي كان افضل ليبرو في مصر. افضل ليبرو في مصر، طبعا كان في ابراهيم سعيد ده كان حاجه جامده جدا من وجهه نظري يعني. ابراهيم سعيد ده ما جاش واحد زيه في مركزه كليبرو، دي قناعاتي ووجهه نظري. لكن في كل الاحوال جه الكابتن وائل الاباني مضى للاهلي وكل حاجه خلصانه ماشي، ولعيب جوه النادي الاهلي مفيش اي مشكله خالص وبارادته بكامل ارادته. لما الناس مسؤولي نادي الزمالك عرفوا انه مضى للنادي الاهلي راحوا حاولوا يقنعوه، يا كابتن وائل وبيتك ومش عارف ايه، وتعالى اقتنع الكابتن وائل الاباني، طلب عقوده من النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل ايه؟ قال له اتفضل يا كابتن وائل يا اباني عقودك وفيها بوسه، مفيش اي مشكله خالص، انا جايب لك ثلاث لاعبين حاجه جامده قوي. وبعد كده الاهلي جاب الكابتن عماد النحاس لا يقل طبعا في الامكانيات على الكابتن وائل الاباني في التوقيت ده، تمام، وحقق بطولات ومش عارف ايه. ويمكن الناس دي هم اللي خسروا النادي الاهلي، لان الاهلي كان داخل على جيل عظيم بالقاب وتاريخ صعب يتعوض لاي لاعب من اللعيبه. لكن في كل الاحوال الاهلي احترم رغبة هؤلاء اللاعبين وما رضيش يقف في سكتهم ولا في مستقبلهم.
في بقى غيرهم على فكره، في ايمن حفني كذلك، اعتقد خالد قمر برضو كذلك، في اكتر من لعيب حصل معاهم نفس الموقف. فاشمعنى الكابتن عبد الله السعيد اللي هيتعامل معاه كده؟ لكن هنا في توضيح مهم، واحنا ممكن نكمل التصريحات لما اتكلم الكابتن عبد الله السعيد وقال الاهلي فعل كل شيء لتدمير مستقبلي، وبيقول لا اعتقد انني قد اخطات في حق الاهلي. برضو دي وجهه نظره ان هو ما اخطاش في حق النادي الاهلي، يعني بخصوص ايه؟ بان هو راح مضى لنادي الزمالك وكان ناقص في عقده وخلاص عقده يخلص اخر الموسم. هنا السؤال بس للكابتن عبد الله، برضو احنا محتاجين توضيح في الحته دي. هو يا جماعه مش اي نادي طبقا للوائح والقوانين اي نادي بيرغب في التعاقد مع اي لاعب عقده بيقترب من الانتهاء في المده القانونيه اللي هي اخر 6 شهور بيروح يمضي كده وخلاص، ولا في يعني حاجات معينه لازم يعملها وخطوات معينه لازم يعملها؟ ايه هي خطوات؟ اول حاجه ابلاغ النادي اللي هو بيمتلك عقد اللاعب واللي مثلا متبقي فيه 6 شهور، يعني كان لازم النادي الاهلي يعرف. هتقولي الكلام ده ما بيحصلش في مصر، ماليش دعوه بقى بيحصل ولا ما بيحصلش، بس احنا بنتكلم على الاسس الطبيعيه اللي لازم يعني تتبع. تبلغ النادي وتبلغ اتحاد الكوره، هات نادي الزمالك ابلغ النادي الاهلي او حتى عبد الله ابلغ النادي الاهلي ان هو مضى لنادي الزمالك؟ لا، بل كمان بالعكس كان بيتسال عبد الله السعيد في التوقيت ده لو انت في نادي تاني انت موقع معاه قول لنا وخليك واضح معانا، مفيش اي مشكله. كان بينفي عبد الله السعيد انه مضى لاي نادي ايا كان ايه اسبابه. احنا دلوقتي بنختلف مع عبد الله في وجهات نظر او في ثوابت مهمه جدا. طيب هل نادي الزمالك ساعتها او عبد الله راح ابلغ اتحاد الكره بان هو مضى لنادي الزمالك؟ لا ما حصلش. هل عبد الله السعيد مضى لنادي الزمالك في الفتره القانونيه اللي هي اخر 6 شهور؟ اشك. اشك. وممكن خلي بالك البعض يتفق او يختلف يقول لك بس طب ليه الاهلي رجعه ومضاه وبعد كده عرضه للبيع؟ دي بقى وجهات نظر، في ناس تتفق عليها وناس تختلف ويقول لك الاهلي عنده حق والاهلي ما عندوش حق، انا مش هتكلم على الحته دي. تمام؟ لكن انا هتكلم في ان ليه الاهلي بيعمل كده مع عبد الله؟ هل يعني كيد في عبد الله او محاوله زي ما عبد الله بيقول لتدمير مستقبل اللاعب؟ طبعا لا. الاهلي يا جماعه مضى عقد ثلاثي ما بينه وما بين عبد الله السعيد لاعب النادي الاهلي في هذا التوقيت ونادي اهلي جد. العقد الثلاثي ده بينص على ايه او من ضمن بنوده ايه؟ ان انت دلوقتي كلاعب رايح اتحاد او اهلي جد في التوقيت ده، بس انا حاطط بند في العقد انك ما ترجعش على اي نادي مصري غير لما تدفع 2 مليون دولار على ما اتذكر في التوقيت ده. 2 مليون دولار. ومضى عبد الله ومضى اهلي جده ومضى النادي الاهلي، عقد ثلاثي معروف للجميع. ايه اللي حصل ساعتها؟ حصل تحايل على العقد ده وتلاعب. بمعنى ايه؟ بمعنى اهلي جده ساعتها قالوا لك ايه عبد الله احنا، وكان احنا عارفين مين اللي كان في القصه وازاي يقدر ان هو ينقل عبد الله من اهلي جده البيراميدز الكلام من ده وما يتنفذش شروط العقد. فكحيله من الحيل احنا نعمل ايه؟ احنا نتحايل على البند الموجود انك ما ترجعش مصر غير لما تدفع 2 مليون دولار للاهلي. ده لو انت هتنتقل بقى ايه؟ ده طبقا لوجهه نظرهم لو انت هتنتقل في بيع، لا احنا يا سيدي مش هنبيعك. احنا هنفسخ عقدك. طب هو هنا استفاد ايه اهلي جده؟ هل ترك اللاعب فري؟ هل حد ممكن يسيب عبد الله السعيد بقيمته وقامته وامكانياته العظيمه في الملعب ومن ابرز اللاعبين في تاريخ مصر من وجهه نظري، هل حد يقدر يسيبه ببلاش؟ طبعا لا، بس ده تحايل حصل على العقد. طيب الاهلي المفروض يعمل ايه يا جماعه؟ عشان برضو الدنيا تبقى واضحه، هل الاهلي يسيب حقه كده؟ ممكن بقى تتعاطف ما تتعاطفش مع عبد الله كلام من ده، مش دي القصه، بس القصه ان انت ليك حق لازم تسعى انك تجيبه. من وجهه نظرك شايف ان ليك حق فلازم تخش وتاخد كل خطوات التقاضي عشان تجيب حقك. الاهلي ليه حق ايه؟ من وجهه نظره 2 مليون دولار. لو الاهلي ما سعاش ان هو يجيب حقه ففي يا جماعه جهات رقابيه هترجع على النادي الاهلي. انت دلوقتي العقود بتاعتك وريني موضوع عبد الله السعيد ده، انت خدت كل درجات التقاضي عشان تجيب ال 2 مليون دولار بتوعك ولا عملت ايه؟ لو الاهلي قال لا فالاهلي بيتسال، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هتسال المسؤولين في النادي الاهلي انت فين الفلوس دي؟ ال 2 مليون دولار دول انت استغنيت عنهم ليه؟ تمام؟ فطبيعي جدا ان النادي الاهلي يعمل ايه؟ يسعى انه يجيب حقه. ومركز التسويه والتحكيم اعتقد او الجهات يعني المنوطه بالحكم في القضيه اللي زي دي، مركز التسويه والتحكيم اقروا بان الاهلي ليه حق 2 مليون دولار. طبعا بقى هل في استئناف؟ مفيش استئناف، نسمع المحامين بتوع عبد الله السعيد وتصريحات كتير وكلام من ده، ما نعرفش الامور ماشيه ازاي، لكن المؤكد يا جماعه ان الاهلي مش بيدمر مستقبل عبد الله، الاهلي بيدافع عن حقوقه.
الاهلي بيدافع عن حقوقه، وده شيء لا يعيب اطلاقا اطلاقا النادي الاهلي. طيب تعالى نتكلم في جزء تاني وتصريح اخر لعبد الله السعيد طبقا للي نشر النهارده. قال لك لعبت في الاهلي لمده 6 سنوات وكنت محترفا للغايه. دي حقيقه بصراحه، كان لعيب مهم في النادي الاهلي وادى كل اللي عليه بشكل احترافي وكان مؤثر. دي حقيقه ما حدش يقدر يختلف عليها ابدا. تمام؟ ولم اواجه اي مشكله مع النادي، ده اقرار من الكابتن عبد الله السعيد ان ما كانش عنده اي مشكله مع النادي ما بينه وبين النادي او من النادي تجاهه. ولكن لديهم فكره ايه بقى؟ ان اللاعب يذهب وياتي بناء على ما يفضلونه. يعني الاهلي هو اللي بيتحكم في مصير اللاعبين. انا جبت امثله للكابتن عبد الله في بدايه كلامنا في القصه دي، شيكابالا وحسني عبد ربه والوائل الاباني وكذا حد. ما الاهلي ما تحكمش رغم ان هو كان يملك التحكم. الاهلي كان يملك التحكم طبقا للعقود اللي وقعت مع شيكابالا ومع وائل الاباني ومع مين؟ ومع حسني عبد ربه. لذلك عندما اتخذت قراري بالرحيل الى منافس كان ذلك شيئا قتلهم. الاهلي ما اتقتلش ولا حاجه يا كابتن عبد الله. الاهلي بعد ما انت رحلت خد بطولات قد ايه؟ 2 سوبر افريقي، 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر مصري، 2 كاس مصر، 2 دوري. ادي 10 بطولات بخلاف برونزيتين كاس عالم. الكلام ده من 2018 لغايه دلوقتي، يعني في 4 سنين. احنا في 22 اهو. في 4 سنين الاهلي خد 10 بطولات. الاهلي ما اتقتلش يا كابتن عبد الله. الاهلي اكبر من اي لاعب مهما كانت نجوميته. هو الاهلي عمل ايه مع رمضان صبحي؟ عمل حاجه؟ لا. اللاعب رغبته راح بيراميدز، اتفضل يا رمضان صبحي. الاهلي عمل ايه مع احمد فتحي؟ كان قراره انه يروح بيراميدز، اتفضل. شريف اكرامي حاله مختلفه شويه، الاهلي ما كانش بيرغب في التجديد معاه. انا بتكلم على العناصر اللي كان ممكن الاهلي بيبقى عنده رغبه ان هو يجدد معاهم سواء رمضان او احمد فتحي. فالاهلي ما اتقتلش. فدي جزئيه غايه في الاهميه. هو بيقول لك انا ما قصرتش كمحترف مع النادي الاهلي. هنا السؤال اللي لازم نوجهه للكابتن عبد الله السعيد. هل الاهلي قصر مع عبد الله في اي حق من حقوقه؟ هل الاهلي كنادي محترف قصر مع عبد الله في اي جوانب تتعلق بعقده مع النادي الاهلي؟ لا. عقد اعلانات كان موجود، عقده مواعيد الدفعات اللي بياخدها في مواعيدها، مفيش اي مشكله خالص، مكافآت في توقيتها، كل شيء كان موفر، مش عبد الله بس، اي لاعب جوه موجود جوه النادي الاهلي، حتى لو في بعض الفترات في تعثرات ماليه واللي كان بيحصل لكل الانديه، لكن الاهلي كان بيلتزم كل الالتزام باي جانب مادي حتى لو بعد فتره بيسدد، حتى لو لاعب رحل عن النادي الاهلي، لو ليه مكافاه بطوله بياخدها، وشواهد كتير، وتصريحات اللاعبين اللي رحلوا عن النادي الاهلي كتير جدا. بس الاهلي مختلف عن غيره. الاهلي مش هو النادي اللي لما يلاقي لعيب عنده رغبه مختلفه يطلع يطلع له صور او يطلع يتكلم في اي حاجه تهين اللاعب ده او تسوق صوره اللاعب ده. لا. دي الرساله اللي لازم يعرفها الكابتن عبد الله، وانا عارف كويس جدا ان هو عارفها لان هو قعد جوه النادي الاهلي 6 سنين، لم يقصر، لم يقصر فيهم، والاهلي لم يقصر في اي شيء تجاهه. فالعلاقه بتخلص بمنتهى الاحترام، لكن انا لما ليا حق، لما يكون ليا حق ما ينفعش يا جماعه اسيبه، لان في جهات رقابيه ورايا بتراجع عليا، تمام، وفي جمعيه عموميه بتحاكمني اول باول. فدي كلها امور مهمه، مش قصدي بتحاكمني ك يعني، لكن بتقيمني، بتشوف انا خدت خطواتي صحيحه ولا لا. فدي قصه عبد الله السعيد، اعتقد ان احنا يعني شرحنا لحضراتكم كل التفاصيل يعني. طيب خلينا نروح على ترند الاهلي، عندنا بعض الاخبار المهمه اللي اكيد برضو فيها تعليق كتير جدا لازم نتكلم عنه وتفاصيل نوضحها لجماهير النادي الاهلي. نبتدي بحساب في الجول، واللي بيتكلموا ان في مصدر من النادي الاهلي قال لهم ان احنا توصلنا لاتفاق مع شركه اليانز من اجل الحصول على حقوق استاد الاهلي واطلاق اسم الشركه عليه كحق انتفاع لمده 20 سنه مقابل ما يقرب من 6 مليار جنيه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم هنا مع بعض على المستوى الرسمي، تمام؟ هل في اي اعلان رسمي للنادي الاهلي؟ لا. طب ما انت يا امير كده ما اضفتش حاجه جديده، طب اضيف لك حاجه جديده اطمنك بشكل او باخر. طيب المؤكد ان الملف بتاع استاد النادي الاهلي هو ملف يحزو بالاولويه داخل القلعه الحمراء وعند مجلس الاداره وعند رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، وقد يكون هناك اتفاقات مبدئيه، مش توقيع عقود، قد يكون هناك اتفاقات مبدئيه في هذا الاتجاه، وان باذن الله واحد احد من الوارد جدا ان احنا نسمع اخبار سعيده بخصوص استاد الاهلي، الحلم اللي بينتظره كل الجماهير الاهلاويه.
الواحد بيحلم يشوف الاهلي بيلعب في الملعب بتاعه بالشكل والتصميم اللي يتناسب مع هويه النادي الاهلي على غرار الانديه العالميه. فهل الناس في النادي يعني مطنشين مثلا الملف ده؟ لا، ده الملف ده ليه كل الاولويه وكل الاهتمام خلال المرحله المقبله. لكن انا اقدر اقول لكم هنا ايه؟ ها؟ ان احنا هننتظر الرسمي من النادي، وكل حاجه في وقتها، ما تقلقوش، اطمنوا بس كده، اطمنوا. فدي جزئيه مهمه جدا. طيب تعالوا نروح لخبر اخر. كوره بلس بيتكلموا على موقف ياسر ابراهيم من المشاركه في تدريبات الاهلي. ياسر هيشارك يا جماعه عادي، مفيش اي مشكله خالص، واكيد جاهز للمشاركه في التدريبات. وهو كان حصل تنسيق، وشرحنا القصه اكتر من مره، تنسيق ما بين الاهلي والمنتخب، لان المعدلات البدنيه والحمل البدني اللي كان واخده ياسر ابراهيم بما انه لاعب مش رايح منتخب مصر كان عالي، الحمل البدني كان عالي، خصوصا ان هو هياخد اجازه 5 ايام. فلما جه المنتخب فجاه بعد ما اتصاب متولي، فقال لك انا عايز ياسر ابراهيم، فتم التواصل ما بين الاهلي والمنتخب، قالوا لهم يا جماعه في احمال بدنيه، فده بالتالي ممكن يؤدي الاجهاد عند ياسر ابراهيم. فالمنتخب طبعا اقتنع بالكلام ده، فبالتالي تم استبعاد فكره انضمام ياسر ابراهيم، لكن ياسر جاهز للمشاركه في التدريبات، ومن ثم ان شاء الله المشاركه في المباريات. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل، لسه عندنا تفاصيل كتيره جدا، استنونا يلا بينا. طيب مكملين في ترند الاهلي، ولسه في بعض الاخبار المهمه اللي محتاجه توضيح. علقنا على خبر ياسر ابراهيم، نخش على الخبر اللي بعده من كوره 11 وحسابهم على تويتر، واللي بيتكلموا على ان بعد خروجه من حسابات كولر عرض خليجي ضخم يقرب الجناح الطائر للاهلي من الرحيل خلال الميركات الشتوي. وحاطين لك بقى صوره مين؟ صوره برونو سافيو، عشان بقى ايه ده؟ برونو سافيو اللي هيمشي؟ فانت تخش تقرا الخبر. في كل الاحوال هم بيتكلموا على حسين الشحات. انا مش عارف ايه مشكله الناس مع حسين الشحات. يعني مين قال ان هو خرج من حسابات كولر؟ ده لاعب شارك مع كولر في بعض المباريات في السته اللي فاتوا، اول 6 ماتشات رسميين تمام لكولر. اللاعب شارك وموجود ضمن الحسابات، منهم مباراه مثلا شارك فيها كاساسي. تمام؟ وفي مباريات شارك فيها كبديل. اخر مباراه مثلا او المباراه اللي قبل الاخيره مثلا بتاعه الزمالك في السوبر تم استبعاده لرؤيه فنيه محدده، خاصه بان كان في اصابه ديانج، فحطيت فخري على الدكه احتياطي. تمام؟ وبقيه العناصر انت كنت محتاجها طبقا لخططك في المباراه واستراتيجيتك. عشان كده وتم ابلاغ حسين الشحات بكده، عشان كده تم استبعاد حسين الشحات من قائمه مباراه الزمالك في السوبر. طب مباراه الداخليه ايه اللي حصل؟ ما شاركش ليه؟ خرج بره القائمه ليه؟ هل الراجل مش مقتنع بيه؟ لا، الراجل كان عنده نزله برد. انت شايف الموضوع بسيط جدا. الراجل كان عنده نزله برد. هتاخده معاك في القائمه وعنده نزله برد؟ لا. طيب ليه الناس عماله تتكلم على حسين الشحات؟ انا مش لاقي تفسير، ممكن التفسير يبقى عند حسين نفسه او عند الناس نفسهم. اللي بيحاولوا يقولوا او يخرجوا حسين الشحات غصب عن عينه وعن عين المدير الفني بره حساباته، بره حسابات كولر. يا جماعه الكلام ده غير حقيقي بالمره، وحسين الشحات موجود وعنصر مهم في تشكيله النادي الاهلي، وعقده بيقترب انه ينتهي، لكن توقيتات مناسبه هيتم الاعلان فيها عن بعض التفاصيل المهمه، فبالتالي ما تصدقوش الكلام ده بالمره. وانا بديك معلومه اكيد، حسين الشحات في حسابات كولر، لا خرج من حساباته ولا مسافر ولا رايح ولا جاي ولا عروض ولا مش عروض. وارد ان يجي له عروض بالمناسبه، اي لعيب في الاهلي طبيعي يجي له عروض، ده لعيب في النادي الاهلي اكيد لعيب جامد جدا. لكن فكره خروج حسين الشحات غير مطروحه حتى هذه اللحظه، واللاعب الراجل مهتم بيه جدا وفي حساباته بكل تاكيد. لكن ده الخبر يعني. ماشي. الاهرام سمع على تويتر بيتكلموا على ان تخطيط الاهلي، لجنه التخطيط يعني، ترفض بيع محمد محمود، ده مؤكد. وهنا هنا يا جماعه لازم نفسر او نوضح حاجه. اول حاجه محمد محمود ممكن حاليا ما يبقاش في حسابات كولر بالفعل، احنا هو واضحين مع حضراتكم. لكن الموقف ايه؟ ان هو يخرج اعاره، ده الاقرب في شهر يناير، ده الاقرب الا اذا حصل متغيرات. لكن هل ممكن يتباع محمد محمود؟ لا. الاهلي مش هيبيع محمد محمود. الاهلي هيطلعه اعاره طبقا لوجهه نظر المدير الفني، والمدير الفني جه قال لك انا عايز محمد محمود خلاص، يبقى هيقعد محمد محمود، ودي ممكن تكون رغبه كمان موجوده على النادي الاهلي، لان اكيد في قناعه كبيره جدا عند المسؤولين في النادي الاهلي وعند جمهور النادي الاهلي بامكانيات محمد محمود، مفيش حد يختلف عليها. حظه سيء واصابات متكرره واصابات مش سهله تقيله، 2 صليبي في غضروف بتاع، حظه كان سيء جدا. لكن مؤكد ان هو بيشتغل على نفسه بشكل مميز جدا دلوقتي، وزنه قل شويه والجانب البدني بتاعه مهتم بيه، وبنشوف متابعين اللاعب مثلا على السوشيال ميديا وبنشوف يعني. لكن المؤكد فعلا زي ما الخبر بيقول ان الاهلي مش هيبيع محمد محمود، لكن وارد جدا ان هو يخرج اعاره في يناير، وهنترقب ونشوف الموقف ايه. تعال نشوف كمان خبر بعديه، اعتقد بيتعلق برضه محمد محمود. قال لك الاهلي يحاول حل ازمه محمد محمود مع كولر. هنا بقى لازم نوضح حاجه يا جماعه، مفيش اصلا ازمه.
يعني مثلا محمد محمود مش دخل اتخانق مع كولر او شد مع كولر او قال كلام ضايق كولر او اي حاجه او شوح لكولر او اي حاجه، مفيش اصلا ازمه. هو الموضوع كلها وجهات نظر فنيه. الراجل شايف من وجهه نظره ان هو مش محتاج محمد محمود، اتفرج عليه في فتره الاعداد ممكن محمد محمود ما كانش موفق مثلا فيها ولا حاجه، فقال لك لا محمد محمود خارج حساباتي. وقال لك انا معايا قائمه محدده او معايا عدد من اللاعبين محدد، انا بحب العدد ده بس اللي معايا في التمرين، فبناء عليه تم استبعاد مثلا محمد محمود، تم استبعاد مثلا واحد زي زياد طارق من المواهب المميزه. لكن هو يعني ما فيش اصلا ازمه، هي كلها وجهات نظر فنيه برضه عشان نوضح الموضوع اللي زي ده. بعد كده بقى هل محمد محمود هيستمر مع النادي الاهلي ولا هيطلع عاره؟ ده قرار كولر بالتنسيق مع المسؤولين في النادي، وننتظر ونشوف الرسمي هيكون ايه. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل. استنوا، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نروح للترند المحلي ونتكلم شويه عن منتخبنا الوطني. وهنا الاتحاد المصري لكره القدم من خلال حسابه الرسمي على تويتر بيتكلم عن ان منتخب مصر يصل الكويت استعدادا لمواجهه بلجيكا. الحمد لله على سلامتهم، ان شاء الله باذن الله يعملوا مباراه كبيره ويعني يشرفونا من خلال يعني اداء جيد ونتيجه ان شاء الله تكون كويسه. احنا بنلعب فريق او منتخب مرشح بقوه للفوز بكاس العالم، سواء هو او البرازيل او فرنسا، بعض المنتخبات الارجنتين طبعا ميسي، فبالتالي المباراه هتكون صعبه جدا. لكن انا عندي بصراحه كلام مهم جدا، وبالتحديد احنا يا جماعه ان كاس العالم بيشتغل اهو، يعني الناس كلها بتتكلم دلوقتي على كاس العالم واحنا كمصر واحد صعبان عليه قوي، يعني مش موجودين في كاس العالم. هل ده ما حركش حاجه جوه المسؤولين اللي هو يا جماعه لازم نشتغل نبقى عارفين احنا هنوصل بطوله كاس العالم اللي جايه ازاي؟ هل في خطه معلنه للوصول لكاس العالم 2026 مثلا؟ هل سمعت عن اي حاجه تم اعلانها من قبل المسؤولين بخصوص الخطه الموضوعه؟ يا جماعه احنا هنعمل كذا كذا كذا، هنهتم بقطاع الناشئين، عندنا مثلا لجنه لتقييم الملاعب في قطاع الناشئين مثلا، ونتكلم ونشوف لازم اللجنه دي تاخد قرارات هل الملعب ده يصلح ولا ما يصلحش. اهم حاجه موضوع اللجنه بتاعت تقييم الملاعب ده في قطاع الناشئين، احنا بنشوف نتائج غريبه. ده شفنا الاهلي مثلا، احنا عندنا الاهلي كسب 22-0 فرقه من الفرق مش فاكر مين، حاجه ممكن تفرح النادي الاهلي مثلا. لكن في نفس الوقت هل هم دول الشباب اللي انت بتبني عليهم ان انت تبقى حاطط خطه توصلك كاس العالم؟ يا جماعه ده احنا بنجهز بلجيكا لكاس العالم، بنجهز بلجيكا لكاس العالم، عندنا الامبراطور حازم امام، عندنا الزئبقي محمد بركات. هل اي حد فيهم طلع قال خطه معلنه لتجهيز المنتخب لبطوله مقبله لكاس العالم؟ مفيش اي حاجه حصلت من المسؤولين في الحقيقه. يعني الحاجه الثانيه، هل انتم متخيلين ان القصه كلها منحصره في ان احنا نجيب مدير فني، ومدير الفني يختار ابرز واحسن العناصر الموجوده في الدوري المصري المحترفين وكده ان شاء الله ربنا يكرمه ويروح كاس العالم؟ لا لا، في ابعاد كتير قوي وفي خطوات كتيره قوي لازم تعملوها، وفي شغل وسيستم لازم يتطبق بشكل صحيح عشان نشوف بلدنا في كاس العالم. يا جماعه ده في منتخبات كتيره قوي سابقانا بمراحل. السعوديه بيصلوا كاس العالم للمره الكام في تاريخهم؟ المره السادسه في تاريخهم. المنتخب السعودي ناس تشتغل صح، المسؤولين هناك بيشتغلوا صح. المنتخب المغربي اللي موجود في كاس العالم، انا بجيب لك امثله من كاس العالم، المنتخب المغربي راح كاس العالم كام مره بالسنه دي؟ 6 مرات. احنا 3 مرات منهم مش عارف 34 و90، والحمد لله اخر مره كانت 2018 بعد 20 سنه وما تاهلناش بعد 2018، ما حققناش ولا فوز في تاريخ كاس العالم. ففي منتخبات سبقتنا، المنتخبات العربيه ناس تشتغل صح بيروحوا بال6 مرات وبالمرات المتتاليه. لكن احنا كل فين وفين، في اجيال عاشت وماتت ما شافتش مصر في كاس العالم. ما شافتش مصر في كاس العالم، ليه؟ عشان في تقصير وجهه نظر، ما فيش خطط واضحه ومعلنه على اساسها ان انت تحاول ان انت توصل لكاس العالم. وارد انك تبقى موفق وغير او غير موفق، بس انت اشتغل صح. المنتخب الكاميروني، المنتخب الكاميروني بيوصل كاس العالم للمره الكام يا جماعه؟ الكاميروني، المنتخب الكاميروني 8 مرات يا راجل، 8 مرات منتخب في افريقيا اهو بيوصل كاس العالم. الموضوع مش صعب، احنا المفروض ملوك افريقيا، المفروض ان طبيعي جدا نوصل كاس العالم، لكن احنا مش بنشتغل صح، احنا اللي مش بنخطط صح. المنتخب السنغالي، انتوا عارفين اول مره منتخب السنغال يوصل كاس عالم امتى؟ في 2002. من ساعه 2002 لحد دلوقتي وصل 3 مرات، يعني حصلنا اللي احنا اول مره نوصل في حاجه و30. فمنتخب غانا 4 مرات. فللاسف احنا متاخرين جدا في القصه دي، لازم نخطط صح ونشوف الامور بتدار ازاي، ونشوف ايه اللي يساعدنا في ان احنا نتاهل كاس عالم، مش نجيب اي مدرب او سواء حتى لو مدرب. انت لو جبت جوارديولا نفسه من غير اي خطه مش هتوصل كاس عالم، الموضوع مش انك تختار لعيبه وقايمه والتشكيل يعني. فبصراحه كلمتين مهمين كنت يعني كنت حابب اقولهم.
خلينا نروح لفاصل. في كل الاحوال طبعا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. فاصل وبعدين نواصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نروح للترند العالمي، وخصوصا ان كاس العالم على الابواب، خلاص 6 ايام تقريبا او 7 ايام وتبتدي البطوله، نبتدي حساب يلا كوره. واللي بيتكلموا على ان كاس العالم العربي لا يوجد اقوى من دفاع مصر في مونديال 90. يبقى دفاع المنتخب المصري في مونديال 90 الاقوى عربيا في تاريخ منافسات كاس العالم، بالنظر الى استقبال شباكه هدفين فقط متساويا مع تونس 78 والجزائر 2010. بس انا بشوف ان ده رقم مش المفروض ان احنا نتباهى بيه، يعني المفروض يكون عندنا طموحات واحلام اكتر من كده، زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الفصل اللي فات ده في ان ازاي نخطط ان احنا نوصل. ده في منتخبات كمان بخلاف ان هم وصلوا عدد مرات، ومنهم المنتخب التونسي 6 مرات، المره السادسه بيشاركوا، لكن في منتخبات تخطت الدور الاول كمان، يعني في منتخبات حققت فوز وتخطت الدور الاول. انا فاكر منتخب غانا في 2010 كان لولا يد لويس سواريز كان ممكن يوصل قبل النهائي. فلازم يكون الطموح بالنسبه لنا اكبر من كده، مش ان احنا استقبلنا كام جون، لا يعني ده بالنسبه لي مش رقم، وجهه نظري يعني. طيب خلينا بسرعه نتكلم عن قائمه، وده من خلال الطريق الى 2022 حسابه على تويتر. قائمه المنتخب البرتغالي اكيد بتتزين بتواجد كريستيانو رونالدو، اخر كاس عالم بالنسبه له، وعدد من اللاعبين المميزين طبعا برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، دياز، دييغو كوستا، عدد كبير من اللعيبه المميزه. وبصراحه المنتخب البرتغالي تقيل، يعني بتوقع ان البرتغال ممكن توصل نص نهائي زي ما حصل قبل كده يعني. لكن في كل الاحوال رونالدو اكيد موجود، وده دافع مهم لرونالدو ان هو يغير الصوره ويرد على كل المشككين، وده اللي احنا متعودين دايما من خلال كريستيانو رونالدو انه يعمله. لكن ده رقم مهم كمان ينتظر كريستيانو رونالدو في كاس العالم قطر 2022. رونالدو شارك في 4 كاس عالم قبل كده، 2006 واحرز اهداف، 2010 كذلك احرز اهداف، 2014 2018 هدف. لو قدر انه يحرز اهداف، وده متوقع بشكل كبير جدا لرونالدو، في 2022 هيبقى اللاعب الوحيد في التاريخ اللي شارك في كاس عالم 5 مرات احرز في 5 مرات اهداف. انا بحب رونالدو، اتمنى له يا رب كل التوفيق. سريعا ناخد تفاعل حضراتكم وافضل كاس عالم انتم شفتوها من خلال متابعتكم. فهنبتدي بابراهيم عثمان او اسامه. ابراهيم اسامه قال بطوله 94 في امريكا، برضو من البطولات الكويسه. اشرف يوسف، مساء الخير عليك يا استاذ امير. كاس العالم في البرازيل 2014 وفوز منتخب المانيا على الارجنتين بهدف دون رد في الاكسترا تايم الثاني في وقت قاتل، هو من وجهه نظر اشرف اللي بيمسي عليه ان دي كانت اهم او افضل بطوله وكانت الاكثر امتاعا. بس انا بالنسبه لي كانت بطوله 98 بصراحه احلى بطوله. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.